وصباح الخير على كل مستمعات للمولاتي المغربيات الحدقات اللي مرافقين دائما ويوميا من خلال برنامج للمولاتي ومع فقرات متنوعه كلها افاده ان شاء الله. اليوم في شيوات للمولاتي غادي تشارك معنا المستمع الوفيه جدا البرنامج جميله ام رميساء مجدن، اقتراحات متنوعه ومميزه جدا. نتمنى انكم تكونوا في الاستماع وتسجلوهم معنا. اليوم في المسابقه اليوميه غادي نتعرفوا على شكون المستمعه المحظوظه اللي غادي تربح معنا قم ديال الذهب. كيف ما قلنا اليوم الاربعاء غادي تكون أول اختيار للمستمعة المحدودة اللي شاركت في المسابقة اليومية وكانت يعني الفائزة معنا في مسابقة بطاقم ديال الذهب. غادي نتعرفوا من بعد لحظات على شكون هي المستمعة اللي ربحت معنا. غادي نعرفوا كذلك المستمعة اللي الشيوات ديالها اللي كتشارك بهم على الرقم ديال الواتساب واللي اليوم تختارت باش تشارك بهم في البرنامج وتفيد كل السيدات. ومشكورات كل السيدات اللي تشاركوا معنا في هذه المسابقة اللي تقدموا اقتراحات اللي هما غير الصور ديالهم مرفوقين بالمنتوج، وحنا كنختاروا الشيوات باش دوز معنا المستمعة وتفيد بهم كل المستمعات اللي كيسمعوا البرنامج للمولاتي. وكتحضر معنا الدكتورة أمنية بن كيران طبيبة متخصصة في علاج أمراض الشرايين الدوالي والدوالي الوريدية. موضوعنا اليوم هو تأثير التدخين على الشرايين. مرحبا بتساؤلاتكم الطبية على 0522 88 00 60 61 62. كنجو ترحاب والتحية الصباحية لكل المستمعين الأوفياء وخاصة اللي عاد التحقوا بنا اللحظة. وغادي نمشي مباشرة عند المستمعة جميلة أم رميساء ونتعرفوا جميع على الاقتراحات اللي غادي توجد للمستمعات اليوم. صباح الخير لا جميلة. صباح النور وكيفاش اختي سناء؟ الله يبارك فيك. مرحبا جميلة. الله يبارك فيك حبيبة بارك الله فيك. صباح النور ان شاء الله. لا يختك حبيبة بارك الله فيك. ان شاء الله اليوم عندي اقتراحات. اييه عندي عرادة يعني ندير شلهبة كبيرة، وعندي دجاج بالطيبة ديال السمك. إيه. وعندي واحد لي فيغين فلاموس، يعني هذه حصريه وشي حاجه جديده يعني ديال المطاعم. اييه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. واخا الله يبارك فيك حبيبه بارك معك الله ان شاء الله المقادير والطريقه. اييه مرحبا. عندي بالنسبه للسلطة اكزوتيك عندي واحد زلافه ديال الروز كنغسلها ونعاود يعني حتى كنحيد منها هذاك النشا باش ما كتلصق لياش داك الروز باش ما كيتلصقش. اييه يعني كنغسل مزيان كنخليه كيتستخطر. اييه من بعد كناخذ واحد المعلقه كبيره ديال الزبده كنديرها في واحد هكا كاترونه ولا طويوه كندوبها وكنقلي فيها هذاك الروز. يعني هذه الطريقه هذه باش ملي كندير الشلاضه ديالي داك الروز كيجي حتى على يعني ما كيجيش معجن وكيجي بنين. ملي كنقليه مزيان كنزيد فيه المقياس ديال اللي غيطيب ليا فيه، كنزيد عليه واحد الورقه ديال الرمد وشي شويه ديال المليحه باش كيجيني من السم. منين كيطيب كان يعني كنسقطرو كنخليه على جنب. كناخذ طريفات ديال الدجاج اولا لادن اللي كاين طريفات صغير وبالحق يكونوا رقاق حيت هادو غادي نديرهم كراميليزي حيت عندي سلطة اكزوتيك كتكون فيها الحلاوه. إيه. يعني باش كتمشي طيبها يعني كيمشي داك الشيء كله هي مواتي مع بعضه فعلا. نعم كناخذ داك الدجاج كما قلت لك كنديرو في هذا كنزيد عليه واحد شويه ديال الزبده وكنشحرو بشويه ديال الملحه حتى كيتشحر ليا. كنزيد عليه شويه واحد جوج معالق ديال الصوجه وجوج معالق ديال السكر اما السكر اشقر اولا العسل ولا السكر يعني العادي ماشي مشكل. كنخليه حتى كيتكراميليزا كنحيدو حتى هو كناخذ لي شو الحمر داك الحمر. ايه ايه نعم كنديرو اما في لاموندولين اولا غير الحكاكه الغليظه ديال المطيشه حتى هو كنحاول ما امكن نشحرو غير شي شويه في الصوجه والزبده وشويه ديال المليحه والسكر الاشقر ولا العسل ولا فانيلا باش كنحيد منه شويه ديك المروره. واخا صافي كناخذ داك واحد عندي واحد التفاحه حتى هي كتكون مقطعه مربعات. عندي واحد الاجاصه حتى هي مقطعه مربعات. ايوا عندي لافوكا وعندي لافوكا حتى هي مقطعه مربعات. هاد الفواكه الثلاثه بهم كنعصر عليهم واحد العصيره ديال الحامض باش ما كيتحالوش. نعم كنخليهم على جنب كناخذ الزبيب كنرقدو مع شي شويه ديال المشمش مقطع حتى هو رقيق اليابس في مظهر كنرقدهم في مظهر باش كي يعني تفزقوا ليا باش ما كيجيونيش قاصحين في الشلاضه ديالي. اييه عندي عاوتاني واحد الحق ديال الدرا المايس. واخا المايس وعندي واحد تقريبا واحد الكويس ديال ما بين كركاع ولوز
ولا كان القرقع عيب بوحدو نديروه، كان اللوز بوحدو نديروه، ضروري ما يتشحروا. تاهما كان يعني كنحمرهم واحد شويه، كنحمرهم اما في الفران ولا في المقله، وكنهرمشهم فعلا باش يجيو مقرمشين. اييه باش كيجيو لي مقرمشين. صافي هذا الشيء اللي عندي في هذا، كناخذ ذاك الروز مع هاد المقادير كامله اللي قلت. يعني ذاك اللي شو ذاك التفاح الاله والاناناس تاهو كنديروه، الا موجود ما متوفرش ما كاينش المشكل. صافي كنخلط هذا الشيء كامل، كنخليه على جنب، كنزيد عليهم الفرماج هكا، ذاك الفرماج الاحمر اولا المربعات، مربعات ذاك الفرماج المربع كنعاود نقطعو، كنزيدو على الحشوه ديالي على ذاك الشلاده ديالتي. كنخليو كنوجد هذيك لا ماغيناد اللي غادي ندير. اييه كناخذ واحد جوج ياغورت يكونوا كريمي وطبيعيين ما يكونوش حلوين. السوسين اييه ياغورت كريمي طبيعي جوج ديال الحكاك. كنزيد عليهم العصير ديال الحامض تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال العصير ديال الحامض، شويه ديال المليحه، واحد القبيصه ديال يعني غير ما نوزل ليا صبيعاتي ديال الزهر، والعسل تقريبا معلقه كبيره ديال العسل. كنخلط هذاك الياغورت مزيان مع هاد المقادير، وكنبقى نماريني به ديك الشلاده ديالي. هاد الشلاده كنمونطيها اما في مول ديال السيليكون او لا بدوك لي مول ديال الحديد، دابا اللي ولاو على شكل حوته على يعني اللي بغيتو. اييه صافي كندخلها للثلاجه حتى كتشد راسها، كنديرها في الطبسيل ديال التقديم وكنزوقها يعني باللي بغيت، بالتفاح كنقطع على شكل بطيطه، يعني الاختيار يعني الزواق كيبقى اختياري فعلا. هي كتجي شلاده رائعه جدا، يعطيك الصحه. المذاق مغير وفي نفس الوقت يعني غنيه، يعني فيها كل شيء. هذاك موالفين كناخذوا غير شلايد هكا ديال هذه بعدا شويه منوعه. اييه فيها الفواكه، فيها خضيره، الله يعطيك الصحه. الله يبارك فيك حبيبه، دابا ان شاء الله ندوزوا للدجاج بالطيبه ديال السمك. اييه تفضلي. كناخذ الدجاج بعد ما غسلتهم بطبيعه الحال ملحتو، كناخذ واحد لا مارينات ديالي كندير ليه، هاد لا مارينات ضروري ما تجلس فيه على الاقل واحد ثلاثة ديال السوايع باش كيشرب مزيان. واخا كناخذ تقريبا معلقه ديال الهريسه. انا هنايا تقريبا القياس ديال ثلاثة ديال الدجاجات. اييه عندي معلقه كبيره ديال الهريسه، معلقه كبيره ديال العطريه ديال الحوت، توفرت هو فداك ما توفرتش كناخذ غير الضريمات ديال الحوت. كنحكها، كنزيد شويه ديال القزبر حبوب، هاد القزبر حبوب كيحيد ليا ديك الزفوريه ديال الدجاج، كيكون مطحون طبيعه الحال. عندي واحد 4 حتى 5 دسينات ديال الثومه محكوكين. عندي ديك الصلصه الخاصه بالسمك راه موجوده في الاسواق، صلصه الصوجه حتى هي تقريبا 2 معالق من كل وحده. عندي شويه ديال الخل تقريبا واحد 4 المعالق، الخل كيفتي ليا داك اللحم ديال ديك اللحيمه ديال الدجاج. عندي 2 معالق كبار ديال الموطارد، عندي زيت نباتيه تقريبا واحد 1/2 كاس وقشور حامضه. اييه كناخذ هاد لاماريناد كامله كنخلطها مزيان، وكنشد الدجاج وكنبقى ندير يعني في جهه الصدر كنبقى نفلحو ثلاثه ديال الشريطات من الفوق، يعني من الزواق، ومن هنا كنخلي ديك لاماريناد كتدخل ليا في الصدر. اييه وكيف قلتي للمستمعات على اساس انه هاد العطريه اللي عطيتي وهاد الشرموله راه يعني الكميه ديالها كتلاقى ثلاثه ديال الدجاجات، يعني الا كانوا غيديروها في دجاجه وحده اكيد غينقصوا الكميه ديال هاد العبارات. واخ نعم. اييه صافي كناخذ كما قلت لك هاد لاماريناد وكنبقى يعني نشرمل بها هذاك الدجاج ما بين الجلده واللحم ودوك الفليحات اللي درنا من الفوق. أيه. يعني الصدر ديال الدجاج صافي كنخليها تقريبا اما يعني الا خليتها ليله كيجي رائع. المهم الا كنا غادي نديروه مزروبين عليه على الاقل واحد 3 ديال السوايع. اييه بالنسبه للحشوه اللي درت فيه عندي الشعريه هذا الصينيه الفيرميسيل. اييه اييه تقريبا دوك ديال المربعات شي 3 ديال المربعات اللي خديت كنسلقهم في الماء، حيت هذاك شويه قاصحه كتسلق في الماء. مع ورقه ديال الرمل وشي 2 دريسات ديال الثومه وشويه ديال المليحه وشويه ديال الهريسه باش كتجيني من السماء. كناخذ دوك الكبيدات ديال دوك الدجاج كنغسلهم بطبيعه الحال، حتى هما كنسلقهم في شويه الماء، ضريس ديال الثومه، ورقه الرمل، شويه ديال الملحه والخل، داك الخل كيحيد ليا داك الدم اللي كيكون في ديك الكبده. اييه كناخذ عاوتاني عندي لي شامبينو كنقطعهم رقيق غير من المعلب. كنشحرهم في الزبده، شويه ديال المليحه وشويه ديال البزار والثومه. عندي بصيله حتى هي عاوتاني كنشحرها، كنكون قرطها يعني شلطتها وكنشحرها، شويه ديال الثومه، شويه ديال المليحه وشويه ديال البزار. عندي واحد تقريبا 2 معالق كبار ديال سكينجبير طري محكوك. وعندي واحد 1/2 حامضة مصيرة تاهي مقطعة رقيق. وعندي لاصوص خاصة بالسمك اللي هذيك اللي درنا.
واحد المعلقه ديال العطريه ديال السمك الا ما كايناش كنعوضوها بالبنه ديال السمك ماشي مشكل. وكندير حتى تقريبا واحد المعلق كبار ديال لاصوص صوجا، وعندي زيتون خضر مقرد رقيق، ايه، وعندي معلقه حتى جوج معالق كبار ديال الموطارد، عندي عصير الحامض شويه، وهذيك الكبده اللي كنا سلقنا هي كنقطعها مربعات صغيره وكنشحرها، كنشحرها في العطريه ديال الحوت باش كتاخذي داك النسمه ديال الحوت فعلا، شويه ديال الزبده وشويه ديال المليحه والبزار. كناخذ المعدنوس والقزبر يعني طريين كنقطعهم يكونوا يعني مقردين رقيق، وكناخذ واحد شويه تقريبا غير ثلاثه صغيره ديال الفرماج الحمر يكون محكوك، وعندي واحد الكاس ديال اللوز داك المالح، اييه اللوز المالح كنهرمشو صافي، وكنزيد هذا هذه الحشوه كامله كنخلطها مزيان، وكنعمر بها الدجاج ديالي، وكناخذ الزبده كنحاول ما امكن ندوزها بديك لاماغينه اللي دوزت فيه الدجاج كيشط ليا بطبيعه الحال، اييه كندوز ديك الزبده تكون شويه يعني بوماد، وكندوزها بديك العطريه ديال اللي تبلت فيهم الدجاج ديالي، وكنبقى ندوز ما بين الجلده واللحيمه باش كتجيني ديك اللحيمه فتيه ديك الزبده فعلا صافي، وكندخلهم اما الفران ديال الزنقه ولا كنديرهم في الفران ديال الدار، وكتشيط ليا بطبيعه الحال الحشوه كنديرها اما دينيم او في البريوات، وكنقدمها مع الدجاج ديالي مع خضيره مصوطيه وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك، هذه يعني مناسب العرادات ولا الضيافات، والطريقه سهله ومذاق مختلف ما بين هذه الشرموله ديال الحوت في الدجاج. الله يعطيك الصحه فعلا، الله يبارك فيك، هذه نعطيك لاموس وشوكولا يعني كنديرها في الفيغين. عندي 200 غرام ديال الماء، وعندي 250 غرام ديال الشوكولا سوداء اما غيش حتى الا يعني ما متوفراش كندير بديل الشوكولا، وكنزيد معها معلقه كبيره ديال الكاكاو يكون مر يعني داك باش كنعطي لذاك الشكل ديالي واحد النسبه ديال الكاكاو. ايه كان الا كاين هذاك لو سيف دو تونكا كندير واحد الحكيكه، ما كايناش كندير غير تقريبا غير راس المعلقه ديال الروح ديال اللوز داك المر، لحقاش هذيك لو سيف دو تونكا فيها مذاقات مختلفه، فيها داك مذاق اللوز مذاق الكراميل، الا درنا الا ما عندناش كنديروا غير راس المعلقه ديال الروح ديال اللوز المر. ايه كناخذ هذاك الشكلاط مع داك الماء مع داك لاغوم اللي درنا كنديرهم في الكاسرونه وعلى عافيه مهيله حتى كيذوب، ملي كيذوب لي كيولي عندي بحال صافي يعني كنحصل على داك الخليط اللي كيكون دايب كامل. ايه كناخذ واحد لوبول يعني واحد جبانه كندير فيها الثلج وشويه د الماء، وكندير فوق هذاك الثلج والماء كندير جبانه يعني غير صغيره اللي غتكون يعني داك الجبانه غتكون محاديه هذاك الثلج اللي بغيت انايا. اي مفهوم. غادي ناخذ هذاك الشكلاط اللي ذوبت غادي نديرو في هذيك الجبانه اللي لاصق يعني اللي محاد ديالي داك الثلج، وغادي نبقى نطرب بواحد السرعه يعني غير متوسطه بالباتور. ايه حتى كنحصل على واحد داك الشكلاط ولا كيتبدل ليا اللون ديالو، غادي نزيد السرعه تقريبا واحد ثلاثه ديال الدقائق ما كثرش، الا كثرت غادي تجيني ديك لاموس فيها دوك لي غريمو فيها دوك الحبيبات وانا ما بغيتهمش. يعني ملي كنحصل على ديك لاموس صافي كنحيد الباتور ديالي كندير ديك لاموس ديالي في الفيغين كندخلهم واحد الساعه حتى ساعتين في الكونجيلاتور بلاك محكوك ولا بلي سوغيز كونفي يعني باش نزينو. اييه كيبقى اختياري كيجي هائل مذاق ديال المطاعم. اييه وطريقه سهله الا تبعوها المستمعات ان شاء الله يستق لهم المره الاولى ان شاء الله. يعطيك الصحه. الله كيجي الله يعطيك الصحه بارك الله فيك حبيبه. الا كان مازال الوقت عندي البريوش. بريوش هذاك ما يمكنش ما تعطيش لانه غير الصوره ديالو راه عجبني بزاف. الله يعطيك الصحه. بريوش كسميوه مخده ياك؟ لانه فيه وبين غيكون فشفش ورطب بحال مخده نيت غزال ما فيه لا زبده ولا بيض. لا لا ان شاء الله. ايه اييه نعطيوه للمستمعات لانه الصراحه يبغيو انه يستعملوه ويجربوه لانه زوين، وحتى الطريقه كيفاش جا بحال مخده يعني هكا مربعات وزينتيه هنا حتى من بعد وعاد تعطينا التزيين باش من نمشيو للمقادير والطريقه ان شاء الله. تفضلي. عندي نص كيلو ديال الدقيق، عندي خماره، عندي واحد ثلاثه المعالق ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، عندي ثلاثه ديال الفرماجات مكلتين، وكنعجن بالحليب والماء وبالنسبه لاغوم ديروا اما الفاني اما يعني لاغوم كتبقى اختياريه. اييه وعندي واحد جوج معالق كبار ديال الخل.
كناخد هذيك الخميره حبيبات كنزيد عليها واحد الشويه واخا جميله. نعاودوا لهم المقادير لو سمحتي. مرحبا بالنسبه لهاد البريوش علاش كنخدها. هي عندي نص كيلو ديال الدقيق، اييه، عندي واحد خماره يعني من فئه 8 غرام ديال الحلويات، عندي جوج معالق كبار ديال الخل، عندي ثلاثه المعالق كبار ديال سنيده، تقدروا تنقصوا على حسب هذا الحلاوه. اييه، عندي ثلاثه ديال الفرماجات مثلثين، والخميره معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، اييه، قبيصه الملحه ضروريه هذيك، وكنعجن بالحليب والماء. كناخذ داك الخميره حبيبات كنزيد عليها واحد الشويه ديال داك سنيده، وكندير فيها داك الشويه ديال الماء والحليب اللي عندي مخلطين دافي باش دغيا كتفاعل ليا ودغيا كيخمر ليا داك البريوش. كناخذ باقي المقادير كنديرهم في مع داك الطحين، داك هذا الفرماج سنيده اللي بقات ليا، داك الخل، كنخلط هذا الشيء كامل، كنزيد عليهم ديك الخميره بعد ما تفاعلت ليا. نسيت، سمحوا لي، نص كاس ديال الزيت. نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الزيت في المقادير. اه واخا، نص كاس ديال الزيت. الماء والحليب دافيين ياك؟ انت دافيين حيت عندي الخميره باش يخمر بيا. واخا، اه صافي، كنخلط داك المقادير كامله وكنعجنها، كندير داك الخميره بعد ما تفاعلت ليا، اييه، نزيدوها، كندير داك الحليب والماء اللي دفيت وكنعجنها. دائما المخبوزات ديالي كيكون عندي العجينه ديالهم تكون مرخوفه، يعني باش كيجيوني مهوين حتى من الداخل، كيجيو بحال القطن فعلا. صافي، كنعجنها مزيان، كنخليها كتخمر المره الاولى، من بعد كنشد مول، انا هنايا درت مول مربع باش كتعطيني داك الشكل الوساده. اييه صافي، كناخذ الكويره ديالي وكندير على شكل بيضاوي باش تجيني منين تخمر تولي مربعه هذيك الكويره، ما تجينيش دايره بحال الشهده، بريوش ديال الشهده. اييه، الا درتها يعني كويرات غتجي بحال بريوش ديال الشهده. ما كديريهاش كويرات مدورين، كديري على بحال شكل البيضه اوفال. اييه، واخا، على شكل البيضه كندير وحده 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 حتى كنسالي العجينه ديالي. اييه، كنخليها كتخمر المره الثانيه. واخا، من بعد كناخذ صفر بيضه، شويه ديال الصوجه، اييه، كتعطي واحد اللون رائع للمخبوزات، وشويه ديال الحليب، شويه كنطرب داك الصفر البيضاء وكنبقى ندهن غير بشويه باش ما كنزلش هذاك التخمار ديال داك البريوش. صافي، وكندخله وكيطيب، ملي كيتحمر ليا كنزوقو، يعني ضروري ما ندهنوش هاد الناطاج على ود ديك اللمعه، وكنزوقو باللي بغيت، يعني الزواق كيبقى اختياري. اييه، انت زينتيه برقائق ديال اللوز وبالورد البلدي. اييه، بالورد، برقائق اللوز والورد. اييه، يعني كيجي بحال المخده وشي دوك العقيقات ديال الشكلاط. اييه، الله يعطيك الصحه. لا فعلا، والله الا غير شوفه فيه يعني كيشهي وزوين، يعني بحال شي ما تبغيش كاع تاكليه. الله يعطيك الصحه. كيف قلتي الطريقه ديالو سهله، وهذاك التزيين على شكل مخده هكا كيجي شكل بيضاوي، يعني في الكويرات نديروهم اوفال باش يجينا داك الشكل. أيه، وفعلا حتى اللون باش كدهني بالصوجه والبيض وشويه ديال الحليب، حتى اللون كيجي ذهبي، وكيجي بحال الفينوازغي، بحال يعني كيف كيتباعوا في الباتيسري، يعني دوك المخبوزات اللي تيعجبنا اللون ديالهم. حتى المذاق ديالو، حتى المذاق عرفتي بحال ديال المخبازات. اييه، هذا ما فيه شك، تبارك الله عليك، هي من الصوره يعني باين. الله يعطيك الصحه، كنشكرك بزاف، يعني نوعتي لنا، تبارك الله، منو ديال ضيافه بين شلاده بين الدجاج بين هاد لاموس الشوكولا، وكذلك هاد البريوش الكوتي، تبارك الله عليك، لا جميله، امور ما يساء. الله يعطيك الصحه، مشكورة جدا، الله يجازيك بخير، شكرا، تبارك الله عليك، وفرصة مقبلة إن شاء الله، أكيد، لأنه البرنامج دار دارك، ومرحبا بك في أي وقت، فوق ما يكون عندك جديد تبغي تقدمي للمستمعات، فشكرا. تحيتنا لجميلة أم رميساء اللي شاركت معنا اليوم بهاد الاقتراحات اللي هما سهلين مميزين، ما تنساوش على أنه تعقلوا غير على التاريخ اللي دازت فيه اليوم 24 في الشهر، راه إن شاء الله تلقاو الحلقة باش يكون عندكم فرصة أنكم ترجعوا الموقع lalapluse.ma، سيروا الحلقات لالا مولاتي فين مكتوبة، ضغطوا عليها، راه غادي تلقاو الحلقات بالتواريخ، عقلوا على التواريخ اللي دازوا فيه المستمعات، وراه غادي تلقاو هاد الاقتراحات لأنه نبغيكم أنكم ترجعوا ليهم باستمرار. وبالنسبة يعني هاد المنيو ديال الضيافه اللي قدمت لنا هاد الاقتراحات، فما يعني مميزين. بالنسبه لهاد البريوش راه يعني في الصوره انا كيف بعثت لي بيه، صراحه زوين، تيبان فشفش، تيبان رطب، اللون ديالو ذهبي، زينته بدوك الوريدات ديال الورد البلدي مع رقائق ديال اللوز، كيجي زوين، سواء اننا نصيبوه في الدار، سواء اننا نكونوا غاديين عند شي حد ونديوه معنا، راه راقي وزوين.
وكيف ممكن انكم تدخلوا في هذوك كويرات الشوكولات اللي تيبغوهم الوليدات؟ حنا تنبغيو بريوش اللي تيكون يعني ما فيه والو، عاد حنا ندهنوا بالكونفيتور والانواع ديال الكونفيتور اللي نتوما كتصايبوا في الدار. والوليدات ممكن على انه بعض من هاد الكويرات اللي على شكل بيضه، حاولوا انه ديروا فيهم شويه ديال طريفه ديال الشوكولات باش الوليدات حتى هما ياكلوا هاد البريوش. وردوا البال كيف ما قالت لالا جميله، على اساس انه تعودنا انه في الشهده كنديروا كويرات، يعني ملي كنقرصوا العجينه هكا على شكل كويرات كنديروهم في الشهده باش يجينا هذاك الشكل ديال المخده هكا عريض، ويعني ويعني وعلى شكل نيت ديال الوساده. حاولوا انه هذوك الكويرات بدل ما انكم ديروهم بحال الشهده مدورين كويرات، حاولوا انكم ديروهم على شكل اوفال، شكل خذوا الشكل ديال البيضه، يعني غادي تكوروهم وتجيبوهم هكا عريض من اليمين ومن اليسار باش يجينا على شكل بيضاوي، شكل ديال البيضه، باش ملي تحطوهم في هذاك المول مربع اولا مستطيل وتستفوهم، ملي غادي يخمروا غادي يلصقوا مع بعضياتهم وغادي يعطيو هذاك الشكل. غادي نحاول المقادير والطريقه نعاودوا نكتبوهم ونزلهم بالصوره باش تشوفوه. هو بالنسبه للمستمعات اللي يعني ما تيدخلوش للانترنت، نتمنى انهم تكون وصلتهم الفكره ديال هاد الاقتراحات بما فيهم البريوش. اذا معنا مباشره المستمعه فاطمه زهره الزايدي. الو فاطمه زهره. الو اختي سناء بخير؟ لاباس عليك، صباح الخير، كي صبحتي؟ لاباس الحمد لله، يسوفك الله يبارك فيك. تبارك الله عليك وعلى الشيوات اللي وجدتي لنا بهاد المنتوجات وبعتيهم على الرقم ديال الواتساب، يعني صور وزارين الله يعطيك الصحه. حليوات ديال دوازتي وكذلك مسمنات، يعني بحال الشكل ديال الورقه ديال البسطيله معمرين بالدجاج والفيرميسال، الله يعطيك الصحه. نمشيو باش غتبداي لنا بدوازتي ولا برغايف؟ باش نبداو برغايف. واخ بالنسبه اختي للرغايف المالحين اللي معمرين بالخضره والشعير الصينيه، كنحتاجو في المقادير زلافه ونص ديال الدقيق الفرص، اييه، ونص زلافه ديال الفينو، وكيس خميره الحلوى ايديال، اييه، وشويه الملح. كنجمعو المكونات بالماء بارد، والعجينه خاصها تكون شويه قاصحه لحيت غادي نطلقوها رقيقه هكذاك، اييه، وغادي نقسموها كويرات صغار وغنربعوها بحال شكل غنصيبو المسمن ونخليوها ترتاح. اييه. بالنسبه للحشوه فيها ثلاثه الحبات ديال الفلافل الوان، واحد القرعه خضراء كورجيت، اييه، وجوج خزوات محكوكين، واحد البصله، و 200 غرام ديال قطع دجاج مقطع طريفات صغار، اييه، 100 غرام ديال الفرماج احمر، وتقريبا واحد 50 غرام ديال الزيتون الخضر مقطع، والشعريه الصينيه مسلوقه ومصفيه، اييه، واخا. بالنسبه لهاد التوابل غنديروا شويه الهريسه حسب الذوق اللي كيبغيها، شويه الملحه، شويه زيت الزيتون باش نشحروا فيه، اييه، ثومه غبره، شويه الابزار، وصلصه الصوجة، ومعلقه كبيره ديال المعدنوس مقطع، وتما ضامت بنات الدجاج، اييه، واخا. صافي الطريقه كنديروا مقله كنديروا فيها الزيت، كنشحروا فيها البصله، كنبقاو نضيفوا خيزو شويه القرعه والفلافل حتى كيهبط، ومن بعد كنضيفوا قطع ديال الدجاج مع التحرك، حنا كنحرك اي ضروري حتى كتشحر العناصر كامله، ومن بعد عاد كنضيفوا ديك القطع ديال الزيتون وعاد كنديروا التوابل، اييه، صافي يعقد لينا داك الشيء. من بعد كنطفيو على البوطه وعاد كنضيفوا الشعريه الصينيه وكنضيفوا الفخوماج، اييه، كنخليو الحشوه حتى كتبرد، وعاد كنعمرو بها العجين ديالنا كلها على حسب، يمكننا نديرو ليني، يمكننا نديرو شكل بحنشات صغار، اييه فعلا، بحال رغيفات مربعين. انت درتي على شكل رغيفات مربعين، درتي سيجار طويل، درتيهم على شكل بحنشات، ودرتيهم على شكل وريضه، ياك هذيك وريضه؟ اييه على شكل وريضه، اللي اييه، تلقيها دايره وكتخشي الحشوه وكتلويها من الفوق وكتولي تقلبيها باش كتجي داك الشكل الورده، اييه، كتكون على شكل حريبل. راه كنا عطيناها كنظن شي جوج الاسابيع كنا عطينا بحال هذاك الشكل، اييه، الله يعطيك الصحه.
منين كيتقال السيده الاغسيه كيفاش تشكلها؟ فعلا هذوك اللي مربعين سديتيهم بزيتونه حلا ياك؟ ايه اها ايه وهذوك شكيلات وحتى اللون ديالهم ذهبي محمر الله يعطيك الصحه. بالنسبه للون الذهبي نسيت كديري الفاصوليا البيضاء وكديري معاه شويه صوص وجا وكتدهني الوجه ديالهم وكتدخلي الفران كيكون مسخن وكتخلي ما يطيبو كيجيو غزالين تبارك الله. ايه الله يعطيك الصحه. بلاطو منوع يعني بحشوه سهله وكذلك بعجينه وحده. داكشي اللي كاين تبارك الله عليك. المقادير ديالها بسيطه وسهله. ايه نمشيو الدوازاتي ايه سوك سنة نعطيك حلوه تاع الكوك ولا الحلوه ديال سميتو ديال الكاوكاو اللي فيها كاوكاو كونكاسي والشوكولات. يلا ناخذ ديال الكاوكاو والشوكولات. بالنسبه للكاوكاو والشوكولات كديري فيها 150 غرام ديال الكاوكاو البلدي محمر ومطحون بقشوره. ايه ربعه المعالق كبار ديال الزبده بحراره المطبخ. 100 غرام ديال السكر كلاصي. ايه قرصة القرفة شوية. اها. كاس عنبة ديال الزيت. ايه. نصف باكية خميرة الحلوى إيديار. اها. وطحت على حسب الخليط. ايه. وبيضة كاملة وصفار بيضة. واخا. كنشكلو العجينة كنجمعوها كتجمع. ايه. كنديروها على شكل حليب صغير. حليبلات صغار إيه؟ معليش كل حليبلات صغار كندوزو ليها الوجه ديالها في بياض البيض وفي شويه كاوكاو كونكاسي. ايه وكندخلوها للفرن كطيب على درجه حراره 180 درجه. من تطيب تنخرجوها تتبرد كنديروا خطوط ديال الشوكولات. ايه كحله ولا ابيض ولا شويه لاصوص كراميل كل على حسب. اي ولا النوع نديرو جهه مثلا قطع بالشوكولات البيض وقطع بالشوكولات الكحل والكراميل. أيه. تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه. الحلوه تاع الكوك راه مابقاش الوقت بي خليك. ماشي مشكل أي انا بغيتك تعطي هذا انا على حسب عليك. يلا بالنسبه لحلوه الكوك نديرو فيها ربعه ديال الزبده. فيها الجبيضات. ساشي فاني. ايه خميرة الحلوى ايديال. واخا 125 غرام ديال الكوك محمر ومطحون. وكاس عنبة زيت. ايه كاس عنبة سنيدة ودقيق على حسب الخليط. كنخدمو المقادير كنخدمو بالزبدة وثاني بحال نخدمو شكل صابلي بالاصابع. من بعد عاد كنضيفوا باقي المكونات وكنضيفوا الدقيق حتى الاخير وكتشكل لنا عجينه كتجمع لينا وكنشكلوها كويرات. وكنكونوا دايرين زلافه فيها سنيده ومع ساشي الفاني. ايه كنغطوا ليها وجهها في ساش سنيده وكنحطوها وكدير لها مرسم ديال الشهاده. انا تلف لي راه درت غير بحال المرسم واحد اخر هي بمرسم الشهاده كتجي مزيانه. واخ وكل صاب كطيب على المهل باش كتجي مقرمشه وكتجي زوينه حتى هي في المذاق ديالها. الله يعطيك الصحه. تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال فقرتنا المتنوعه وكتحضر معنا الدكتوره امنيه بن كيران طبيبه متخصصه في علاج امراض الشرايين الدوالي والدوالي الوريديه. اهلا بك دكتوره امنيه. الله يبارك فيك لاباس عليك. الحمد لله بارك الله فيك. الله يبارك فيك. نتمنى تكون على خير دائما. الحمد وشكرا لله. لك على الحضور ديالك المتواصل باش تفيدي كل المستمعات والمستمعين الاوفياء لميدغاديو انهم يستافدوا من خلال هذه المعلومات الطبيه اللي كتقدمي لنا باستمرار. وفي موضوعنا اليوم غادي
غادي نتكلموا على تاثير التدخين على الشرايين. فتنعرفوا للاسف التدخين عاده سيئه جدا ومضره بالصحه، والشخص اللي كيدخن يعني بالرغم انه كيعرف بخطوره يعني التدخين على الصحه، ولكن الادمان عليه لسنوات كيخلي الشخص المدخن ما تيقدرش يتخلى عليه، مما تيسبب يعني امراض كثيره اخطرها السرطان ديال الرئه، تضيق الشرايين سواء ديال القلب او لا تضيق واختناق الشرايين ديال الجسم على مستوى الاعضاء اللي غادي نتكلموا عليه اليوم. طبيعة الحال تبارك الله عليك، عطيتي واحد الملخص جميل وجميل جدا. طبيعة الحال ان جميع المدخنين كيعرفوا شنو اضرار التدخين على الصحه، وكيعرفوا انه كيعطي امراض سرطانيه لا على الرئتين ولا المسالك البوليه، ولكن يقدروا ما يعرفوش ان هذا التدخين عنده تاثير على شرايين الجسم كله، وبالخصوص في على شرايين الدماغ، شرايين القلب، وبالخصوص واللي غادي ناكدوا عليه اليوم وهو تضييق شرايين الاطراف، واللي احنا هذا كيدخل في اطار التخصص ديالنا. اللي خص الواحد يعرف هو ان الواحد من بين المكونات الاساسيه ديال الطابه هو النيكوتين، والواحد يلا كيبدا كيشم او كيستنشق هذاك النيكوتين تيكون واحد الافرازات هرمونيه مباشره من الدماغ اللي كتبدا كتقلص وكتبدا كتضيق الشرايين. تصور معي ان كل سيجاريت كتكما الا وكتضيق هذيك الشرايين مده 20 دقيقه، فما بالك إذا كانت هاد 20 دقيقة كتكرر 20 نوبة في اليوم يوميا كل أسبوع كل شهر وكل سنة، اللي كي يؤدي بإتلاف الخلايا ديال الشرايين اللي كيولي كيضيقوا على واحد المدة. زيادة على أن الدم ديال المدخنين تيكون غني بالكربوكسي إيموغلوبين، تيكون غني بالفيبرينوجين، بلي راديكو ليبر، بالكوليسترول، اللي كيجعل ان هاد المواد كتراسب ومن بعد كتبدا كتضيق الشرايين واحد المده. تضيق الشرايين ما كيجيش ما بين ليله وضحاها، كياخذ واحد المده ولكن واحد سنوات، ولكن ملي كيوصل نسبه التضييق مثلا 50 60 حتى 70% ما يتبقى استضيق 30 أو 20% يمكن لها صغير واحد سنوات قليلة باش هادك الشرايين كيتسد. بطبيعة الحال سنة غادي تقول لي كاين بزاف الناس اللي ما كيدخنوش، إما ذلك كيجيهم وإما سرطان الرئتين وإما المسالك البولية، وإما كيوقع لهم هاد المشاكل على مستوى الدماغ، يعني جلطة في الدماغ، جلطة في القلب، او انسداد شرايين الاطراف. كاين طبيعه الحال كاين بزاف الناس اللي قدر يجيهم هاد المشاكل بلا ما كيكونوا كيدخنوا، ولكن ما ننساوش ان كاين امراض كثيره اللي كتعطينا هاد المشاكل. كاين امراض، كاين النمط العيش اللي كنعيشوه، الماكله اللي كناكلوها، الهواء اللي كنستنشقوه ما تيكونش نقي، الماكله اللي كناكلوها عامره بالادويه والمبيدات، استعمال المواد الكيماويه، المواد الكيماويه، كاين بزاف ديال الاسباب، هاد المسائل كلها كتعطينا ان الانسان يقدر يتعرض. ولكن ما ننساوش ان المدخنين هما اكثر عرضه لهاد الامراض. فمثلا الناس اللي كيدخنوا هما معرضين لجلطة الدماغ جوج نوبات كتر من هادوك اللي ما كيدخنوش، هما معرضين لجلطة القلب استاديغ لانفاركتوس دو ميوكارد خمسة نوبات كتر من الناس اللي ما كيدخنوش، هما معرضين انسداد الاطراف او الكلوديكاسيون انترميتونت او سكون ابل لارتيريوباتي اوبليتيرون دي مومب انفيريور سبعة نوبات اكثر من هادوك الناس اللي ما كيدخنوش. وشحال من نوبه كنكونوا مضطرين ان نوصلوا حتى البتر الاطراف بسبب الادمان على هاد الافه. ونزيدك حاجه واحده اخرى اللي يقدر الواحد ما تيكون ما تعرفهاش، انها عندها تاثير حتى على العضو تناسلي، وتقدر يعطي مشاكل الانتصاب عند الرجل اللي تيكون عنده واحد الوقع اجتماعي ونفساني مهم. بلا ما نساو
المرأة الحامل اللي كتدخن انها تقدر تعطي تشوهات الجنين ديالها والطفل ديالها, وانها يمكن لها تولد قبل الوقت شحال واحد يعطي دي بريماتوري واللي تيكون عنده مشاكل صحيه, وان السيده تقدر طول حياتها تعذب بهذاك الطفل اللي غادي يقدر يكون عنده تشوهات بسبب هاد الادمان عن التدخين. فكنظن ان الواحد الى سمع هذا الشيء من الاحسن انه يفكر ألف نوبه قبل ما يدخن, وبالخصوص الناس اللي تيكون في فترة الحمل والناس اللي عندهم مثلا اللي عندهم طونسيون. هذا مزيد على ان التدخين كيعطي تفرز الكاتيكولامين, وكنعرفوا ان الكاتيكولامين كتزيد في الضغط الدموي, كتزيد في دقة القلب اللي الشيء اللي كيزيد في المشاكل ديال الدورة الدموية. كيف قلت يا دكتوره على اساس انه الشخص المدخن او السيده اللي كتدخن يعني ماشي كدار غير الصحه ديالها, وانما كدار حتى بالافراد ديال الاسره ديالها اللي تيبغيوها, وليداتها, الزوج ديالها, الوالدين ديالها. وكنعرفوا لانه ملي كتدهور الصحه ديال الشخص المدخن واللي تيكون عزيز علينا وقريب لينا, فاكيد انه كيضر براسو, كيضر يعني حتى الجانب النفسي, لانه غيفقدوا الشخص اللي هو عزيز عليهم او لا غتراجع دهور الصحه ديالو. فالواحد تكون عنده واحد الاراده, واحد العزيمه, والحمد لله شفنا بزاف ديال الاشخاص اللي كانوا كيدخلوا لسنوات طويله, ولكن مجرد ما تيشوفوا بحال مثلا هاد نوع الروبورتاجات, او ملي تيشوفوا الرئه كيفاش كتضر, كيشوفوا الجسم ديالهم كيفاش يعني الحاله ديالو كتدهور, او لا كيشوفوا وليداتهم مازال باغيين يجريو معاهم, والزوج مثلا الاب ما قادرش انه يجري مع وليداته او لا يخرج بشكل طبيعي او لا معصب كثر, فكيخلي على انه يدير واحد المبادره اللي هي ايجابيه ويقطع مثلا هاد التدخين بشكل تدريجي. وشفنا حالات الحمد لله اللي وصلوا الحمد لله اللي كيمارسوا الرياضه, تيركزوا على الفواكه وعلى يعني الفواكه الجافه اللي هما تيبقاو يقرمشوها بدل من 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 يعني من التدخين, والحمد لله, لانه الواحد خصو يحافظ على الصحه ديالو بطبيعه الحال. لان المشكل اللي كيوقع هو ان هاد المدخنين واخا كيعرفوا بالنتائج وكيعرفوا بالمشاكل, انهم كيجيب لهم الله ان غير الاخرين سنغيف كوزوتر, هما تيكونوا بعاد على هاد المشاكل كله, وهما اصلا ماشي ما كيبغيوش, ماشي ما كيبغيوش وما كيديروهاش بال, لان هي مساله عزيمه, ماشي تيقول لك لا انا غادي ناخذ هاد الفانيل ولا ندير هاد لو تيم وراه غادي, لا, يخص يكون مساله عزيمه ويكون هو باغي يقطع, وداك الساعه كاين الوسائل باش كاين واحد كيعاونو, يحفزوه على انه يحفزوه وتيعاونو, اما هو اللي كان مشى مبدئيا انه ما باغيش يقطع هاد الافه, واخا ياخذ لي تام واخا يدير لاكوبونكتور واخا اللي دار ليبنوز, ما غاديش خص الاراده والعزيمه, راه هي اللي تتكون الحافز الاساسي انه الواحد يقدر يقطع هاد الافه. وفعلا في المقابل كيف ما كاين يعني اشخاص اللي هما ايجابيين وعندهم العزيمه وعندهم الاراده وتيبغيو الصحه ديالهم, حتى انهم كيقطعوا هاد العاده يعني بالتدريج, والحمد لله كتيسر الامور. في المقابل كاين اشخاص للاسف اللي تيقول لك موت وحده اللي كاينه, يعني ماشي مشكل, واخا انه كتدهور الصحه ديالو كيبقى مصمم على انه يدخن السجائر وحده مورا وحده, واخا كيشوف يعني الحاله ديالو الصحيه كتدهور. فنتمنى ان شاء الله من خلال هذه الحلقه نتمنى انه ان شاء الله هاد العاده السيئه يعني الشخص يخفف منها تدريجيا, وان كان اصبح يعني كذلك شابات يعني في سن صغيره, سيدات ولو تا هما كيدخنوا بواحد الشكل اللي هو يعني كبير بزاف, قبل كنا كنشوفوا غير رجال, وهي عاده يعني صعيبه لا للمراه ولا للراجل, وكنظن ان المراه يعني مضاعفه لانه هي كتحمل ويعني كترضع اكثر من الرجل, اكثر من قلتي المراه الحامل. واليوم الحمد لله راه ما بقاش لا سيجاريت لا مود بحال اللي كانت شحال هادي, الا ما كنتيش كتكمي كتسمى انك ماشي مودير, العكس اليوم اللي كيكمي هو اللي كيتسمى انه غافل على صحته وغافل على بزاف ديال المسائل. اليوم بالعكس الواحد اللي ما تيكميش هو اللي خصو يكون مفتخر براسو, هو اللي تيكون مودرن, هو اللي تيكون فاهم, هو اللي تيكون عارف واعي بالمسائل, كنسمو انسان واعي, ماشي هذاك اللي كيكمي هو اللي راه مودرن. هاد المفاهيم راه تقلبات اليوم, انا كنظن فعلا كتقلبات. نتكلموا شويه على التدخين بالنسبه للاشخاص اللي عندهم مرض السكري,
كاين بزاف ديال الاشخاص اللي يعني مرضى سكري متبعين الامور ديالهم ولكن كيدخنوا عندهم هذه العاده السيئه ديال التدخين ما قدروش انهم يتخلوا عليها. نبغيو نتكلموا على الخطوره ديال هذا التدخين بالنسبه لهاد الاشخاص. وهي خطوره كتكون مضوبله هذه كاتاستروف كاتاستروف. الناس اللي عندهم داء السكري، داء السكري ربي عطاه لهم معنا ما نديروا غادي يديروا الحميه والرياضه الى مسائل، ولكن الناس اللي عندهم داء السكري وكيكميو هذه مسائل مساله خطيره وخطيره جدا. علاش؟ لان داء السكري كيخنق الشرايين كيسدهم والتدخين كيسد دونك لهنا المفعول تيكون مضوبل والخطر تيكون ميتبلي باغ 10 يمكن، لان تيكون المشكل كيتفاقم اكثر واكثر. واحد الحاجه مهمه اللي بغيت نشير لها وهي ان الاعراض ديال الناس اللي كيكميو ما كتبانش في الاول، تقدر يكمي 10 سنين 15 عام وما كيحس حتى بشي حاجه، ولكن النهار اللي كيبدا يحس يعني ان البورسونتاج او نسبه الاختناق ديال داك الشرايين راه وصلت واحد النسبه مهمه ديال 70 80 حتى 90%. وداك الساعه كندخلوا في واحد الدوامه ديال ها العمليه ها البونتاج ها لونجيوبلاستي ها المسائل اللي كتكون صعيبه وعلى حسب درجه الاختناق. واش هذيك المسائل اللي غادي نكونوا نقترحوا عليه واش غادي تعطي نتيجه ولا ما تعطيش نتيجه؟ تصور معي ان في الدول المتقدمه بحال امريكا مثلا هاد الشكل ديال العمليات ما كيديروهمش الواحد اللي كيكمي حتى كيقطع السيجاريت على الاقل 6 شهور ولا 7 شهور، وتيكونوا متاكدين انه قطع وتيكونوا متبعينه بالبسيكولوج الى اخره عاد كيديروا له العمليه. حيت يقولوا الا درنا لك العمليه الدوله غادي تخسر وانت غادي تخسر، وتقدر هذه العمليه ما تعطيش ما نتيجه الا كان استمراريه في فهاد لا سيجاريت. يعني كنرجعوا الاراده والعزيمه العزيمه الاولى. والمشكل هو ان الاعراض ما كتبانش. هاد الاعراض غادي تقول لي شنو هي الاعراض؟ هي واحد مثلا تيكون عادي مولف كيتمشى مثلا كيلومتر ولا جوج بدون مشكل، كيولي هذاك الكيلومتر ولا جوج ما تيقدرش يبقى يتمشى، كيولي كينقص شهر عن شهر يوم عن يوم، حتى بعد نوبات تيكون غير 50 متر ولا 10 متر ما تيقدرش يتمشى، رجليه كيبداو كيتبلوكاو عليه وكيبدا كيتوقف، ماشي كتجي النهجه في قلبه او كيعيا، لا رجليه كيتوقف وما يقدرش مازال يدير حتى خطوه ولا جوج برجليه، كيبداو كيدورو. علاش؟ لان الشرايين ديالو كيطلبوا منه انه يعطيهم اكثر من الاكسجين، وبما انه هو عنده اختناق ما تيقدرش، وكيمكن له يتوقف واحد دقائق وكيعاود يستأنف المشي. فالناس اللي كيدخنوا وحسوا براسهم ان داك المشي ديالهم بدا كينقص مثلا كيطلع 20 درجه ولا كيطلع غير 10 درجات وصافي رجليه بداو كيتعبوا عليه، ما يقولش لا وقيلا انا شربت وقيلا عييت وقيلا وقيلا. فكر دائما ان هذاك الكارو اللي كتكمي راه يقدر هو اللي خنق لك العروق ديالك، وان هذه راه علامه من العلامات الخطر ودق ناقوس الخطر، وراه هو اللي بدا ما خصكش استشاره طبيه عند المختصين في الشرايين. المسائل الاخرى وهي ان الرجل كتبدا تبرد عليهم، كتبدا تبرد دايوغ المدخنين كلهم كيحسوا ان يديهم ملي كيبداو يدخنوا غير كتبدا تبرد، لان 4% ديال درجه الحراره كتبدا تنقص الواحد ملي كيكمي لا في يديه ولا في رجليه، كيبداو يحسوا ان رجليهم كتبرد عليهم او اللون ديال رجليهم كيتغير كتولي في هادي طاش مارون ولا كتبدا مايله للزرقيه شي شويه. فخص الواحد دائما يرد باله. هي من الاحسن الناس اللي كيكميو وكانت عندهم عزيمه وبغاو يقطعوا خصهم يديروا واحد الاستشاره طبيه عند مختصين في الشرايين لي زونجيولوج ليبولوج مثلا، باش يبين لهم شنو هي النسبه ديال الاختناق، لان في هاد الحالات هادي كنوليو نرويهم الشرايين ديالهم ماشي ديال الاخرين وراسنا غير في كوزوط، كنقولوا له فوالا كميتي 10 سنين ولا 15 عام مشى لك واحد النسبه ديال مثلا 50 او 60%، هاد 50 او 60% خصك تحافظ عليها.
راه الا كملتي مثلا غير 3 سنين ولا 4 سنين راه يمكن هذاك داكشي اللي بقى راه يمكن يتسد 90% حتى 100%. وفي هاد المناسبه غادي واللي ما كاينش اقتراح ديال الادويه ولا الرياضه ولا 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 غادي يولي مشكل ديال العمليه. الا كان ممكن اننا نديروا العمليه شحال من نوبه تيمكننا ان من المؤسف نقترحوا بطل الاطراف. وهاد الحاله جاتني غير البارح ومن المؤسف ما كانش عندنا شي حل اخر من غير بطر ديال 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 ثلاثه ديال الصبعان في الرجل. وكان من المؤسف جدا ان ما كاين مصعب الواحد تقول ليه ما بقاش الحل من غير بطر الاطراف. باش ما نوصلوش لحد الحاله خاص الواحد يدير استشاره قبل ما يبانوا للاعراض. الاعراض ولا بانوا الاعراض يسر بي راه ناقص الخطر. ما بقاش لا هو الاعراض بانت هذه عامين ولا وانا عاد جيت. فعلا كيف قلت دكتوره على اساس انه يعني الاختناق الشرايين بالتحديد الاعراض ديالو ما كتبانش يعني من الاول. كاين الشخص اللي كيدخن سنوات وهذوك الشرايين كيف ما قلتي كيبقاو في تضيق في تضيق يعني حتى كنوصلوا للاختناق. وتيقول لك لا يعني انا راه تنكمي ولكن راه تنمارس الرياضه تنتمشى مزيان تندير السباحه راه تنخلص الجسم من السموم بالتغذيه الصحيه ولكن غير هذيك العاده اللي كاينه مع هاد الامور. ولكن حتى هو راه معرض واخا انه كي يدير هاد الامور كامله كيبقى هذاك الاعراض اللي ما تيبانوش اللي غادي يبقاو تدريجي ما كيعطوش واحد الاشاره. يعني الواحد اللي كيدخن هاد التضيق الشرايين كيمشيو بالتدريج بالتدريج هما الواحد كيأثر على الشخص تقدم السن يقدر 10 سنين 15 عام ما يحس بش حاجه عاد كيجيو العواقب. ولكن حتى كيجيو العواقب حتى الاختناق نسبه الاختناق تكون عاليه عاد تيبدا يبان وديك الساعه تيكون تقريبا فات الفوت. غادي ناخذوا اول مكالمه معنا احسان من رشيديه. الو احسان. الو السلام عليكم لاله سناء. الله يبارك فيك مرحبا. شكرا بزاف على هذا البرنامج. شكرا على المجهود ديالكم اختي. شكرا للدكتوره بزاف. الله يخليك. السؤال ديالي انا عندي واحد من بعد الولاده حسيت واحد العريقه الزورق خرجوا لي في رجليه صغارين. ومؤخرا لقيت بين كيتكاثروا يعني كنبقى كنقلب كل مره كيبان لي بين خرجوا لي فشي بليصه. حاضياهم حاضياهم ياك. حاضياهم والله. حاضياهم حاضياهم. واش ما كيعطوكش شي الام ولا شي حاجه؟ هو دكتوره ما كيحرقونيش ولكن فاش كنفيق الصباح من النعاس كنلقى شي مره رجليا خاصه الرجل اليسرى كنلقاها بحال منمله. ايوا الا كانوا غير شي عريقات صغورين ما غاديش يكون يقدر هذاك التنمال هو السبب. صديق ما غاديش نربطوا التنمال بهادو لي فاريس الا كانوا غير قوقين وصغورين وغير كيديرونجيوك في الشوف هاد العين غير استيتيك. ما غاديش نربطوا التنمال بهاد المسائل. يقدر يكون التنمال مساله ديال المغنيسيوم ناقصه ولا بزاف ديال الاعراض. كاين بزاف ديال المسائل اللي كتعطي نفس الاعراض. ولكن الا كانوا كيضروك وعندهم اعراض ومسائل بحال هكا ما كاين باس استشاره طبيه. يقول لك هادو واما غير مسائل تشميل. بغيتي تصيبهم هذاك مساله تتبقى شخصيه ما بغيتيش تصوبهم راه ما تيكونش عندهم شي مضاعفات على الصحه ديالك. لان حنايا دائما في الكونسلتاسيون تنقولوا واش هادو مسائل تجميليه ولا مسائل مرضيه. ومن الاحسن هذاك كنفسروا المسائل والمسائل كتبقى متعلقه بالناس داكشي اللي بغاو. فعلا معنا فاطمه من المحمديه. الو فاطمه. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله فاطمه كنسمعوك مرحبا. بخير. الله يبارك فيك الحمد لله. دكتوره لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك. شنو السؤال فاطمه؟ اختي انا عندي لي فاغيس قدام دابا شي 5 سنين كانوا فيها رقاق ودابا ولاو معقدين بحال الحبوله. اها كبرتيهم نعستيهم ياك فاطمه. اكثرية لي باغيس كيكبروا مع الناس. شحال وحده تقول شحال عندك هذه من عام لي باغيس؟ عندي هذه 10 سنين بالضبط. لان دائما كيربطوهم مع شي حماله فعلا كتبقى عاقله فوقاش خرجوا لها عاقله امتى خرجوا ولا الليله ولاو بحال الحبوله كما قلتي. هذا هو الوقت المناسب باش دير الاستشاره الطبيه وباش يقترحوا عليك العلاج. لان نعم فاطمه.
مشيت لعند الطبيب وعطاني واحد الفانيد وقال لي شهرين وقطعيه وضروري ترجعي ديري العمليه. بغيت نستفسر معاك واش ضروري ندير العمليه ما كاينش مشكل ولا فاطمه اسمعي لي واحد الحاجه غادي نقول لك. لي فاريز ديالك الا كانوا بحال كبار وباينين وكيضروك الى اخره الدواء راه ما عنده ما يدير لك. لا الدواء ولا الجوله الطبيه غير غادي يساعدوك شي شويه والصلاه على النبي وغادي تبقاي كتاخذي الدواء وانت بالنسبه لك راه كتعالجي وحتى غادي يوقع لك المضاعفات اللي هي على شكل قرحه الارجل ولا تخثر الدم الى اخره الى اخره. وداك الساعه غادي يكون المشكل الضعف والحاجه اللي يمكننا نديرو غير بالحقن كتولي جراحه الى اخره. فالواحد الى عالج في الاول المسائل كتكون سهله والعلاج موجود وما كاين حتى مشكل ولا خلى المشكل كيتفاقم بطبيعه الحال اما باش يقول لك غير خذ الدواء وعاد رجع افتح من بعد شهرين داك الدواء ما غاديش يعالجك في شهرين. انا ما فهمتش كيفاش هاد القضيه لان الدواء ما غاديش يعالجك وما غاديش يعطيك حتى شي حاجه. الا كانت عندك الجراحه راه الجراحه ما كانش عندك الجراحه كاين مسائل واحدة اخرى اللي كتعوض الجراحه لان العلاج ديال لي فاريس راه ماشي دائما بالجراحه. الجراحه كتكون في اخر المطاف. راه كاين بزاف د الحوايج اليوم اللي جداد الحمد لله واللي تيمكننا نديروهم بلا ما ندوزو للجراحه. غير خص الواحد ما يتعطلش لان المشكل الاساسي والكبير اللي كنشوفوه واللي كنعانيوه هو الناس كتعطل. وعلاش كتعطل؟ لان كتخاف بزاف لان تصمتت على الناس لان رجعوا ليهم لان 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 كاين بزاف د الحوايج علاش الناس ولا يمكن مساله امكانيات الله يحسن العوان. كاين بزاف د الحوايج ولكن راه كل ما تعطلتي كل ما المسائل كتصعب كل ما ماديا كتولي اكثر تكلفه فعلا المادي والجانب النفسي وعاد داك الاعراض ديال الالام والحريق كلشي كيتزاد. فمن الواحد لي فاريس يداويهم من الاول ويداويهم قبل الحمل حيت وحده عرفتي يلا هذا الاسبوع جات من العيون من العيون وجات حامله وواحد لي فاريس الا شتيهم زعما داو دابا انت حامله كيفاش غادي نديرو. كنا خصنا نعالجوهم قبل ما تحمل قبل ما تحمل. احنا دابا حامله بخمس شهور كيفاش غادي نديرو باش نحاول وجاتنا بليكايو ما نقولكش ومن العيون يعني كيوليو حتى الفرص ديال يعني ديال العلاج يكون يعني شويه صعيب بالنسبه للفتره ديال الحمله عند المراه. الا الواحد تعطل بطبيعه الحال اما الا كان من الاول راه كل شيء سهل. لا بالنسبه للمراه الحامله كتكون الامور صعيبه لانه حتى واحد حتى الطبيب ما تيبغي انه يعني كتكون المراه حامله يعني عندها جنين في كرشها يعني متصعب حتى يعني الانواع ديال العلاج تيكون صعيب في هذيك المرحله خاصه تولد وتكمل الرضاعه عاد ديك الساعه كيمكن لكم انكم ديروا يعني اللازم. داكشي علاش كننصحوا ان المراه ملي كتبغي تحمل خاصها توجد هذاك الحمل ماشي غير توجد شو واش ما عندهاش مشاكل فقر الدم واش ما عندهاش زيادات في الوزن واش شوف الاسنان ديالها بزاف د الحوايج اللي خاصها ديرهم خاصها توجد توجد الحمل ديالها بحال اللي كتوجد العرس ديالها خاصها توجد الحمل ديالها. بصح فعلا غادي ناخذوا معنا فاطمه من المحمديه. الو فاطمه الو الو فاطمه مرحبا فاطمه تفضلي. انا نجي عند الدكتوره العياده ديالها اذا كان ممكن والهاتف ديالها. يلاه خليك معنا فاطمه نرجعوك للستون داخل سميحه وشكرا لك بزاف على تواصلك معنا. نواصلوا باقي المكالمات. اسيا من طنجه. الو الو اسيا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس عليكم؟ الحمد لله الله يبارك فيك. مرحبا اسيا. مرحبا كنشكركم اول حاجه على البرنامج. عفو مرحبا. الله يخليك. عندي انا مش شحال هذه كنت قبل ما نتزوج كانوا عندي واحد الشعيرات انا عندي لي فاغيس. اييه وهذوك رقيقين ماشي كانوا عندي. فين عندك؟ عندي فوق الرجل شويه فوق. اييه المهم شي حاجه خفيفه اللي ما كانتش بحال بحال الشعيره شي حاجه جديده. وملي بديت كنخدم وداك الشيء ساليت الدراسه ديالي وبديت نخدم فهمتي كان بدا كيعطيوني الحرق شويه. هذا يعني ان عندكم هادشي في العائله حيت هي مساله وراثيه عندك في الوالده ديالي عندها شويه لان انت مازال ما حملتي ما والو ومع ذلك بداو هاد لي فاريس كيضروك يعني ان كاين عامل ديال الوراثه.
ومن بعد مشيت عند الطبيب غير ديال القلب والشرايين وعطاني واحد ديك الليبا وداك الباستيات والمهم عطاني داك الشيء شربتهم شويه وصافي وبقات واحد المده تزوجت وفهمت وزادوني واخا هما غير قاقين ماشي عندي انا دوك الباينين فهمت وبقى داك الشيء ودابا مؤخرا دابا ملي ولات جوج وليدات هما باقا رقاقين ولكن الحريق ما الى 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 عندك الحريق يعني ان هاد لي فاغيز ديالك لاله راهم في الداخل وانت ما كتشوفي غير هادوك الشعيرات الصغار حيت شحال منو ما كنشوفو غير داك الشعيرات الصغار ولا كان عندنا الم تيقدر يكون لي فاغيس داخلين ولا يقدر يكون عندك مشكل اخر مشكل ديال ظهرك هو اللي كيدير لك يعطيك الم في الرجلين يقدر يكون مسائل وحده اخرى ولكن ما كاين بس دير استشاره عند المختص في الشرايين اللي غادي يقول لك واش هاد الالم اللي كتحسي به عنده علاقه مع لي فاغيس داخلين ولا ما عنده حتى شي علاقه ويقلب على مسائل اخرى المهم هو ان ما تغفليش واخا شكرا ما هي انت مشكله لا عفوا لاباس عليك الحركات واخا انا ملبس على ما نمشي وري حتى ما كيحرقوني بزاف واخا غير مجهود قليل كيحرقوني هي الرياضه والحركه دائما مفيده واخا كل واحد فيه لي فاغيس مزيان يدير الحركه ويدير العلاج في نفس الوقت لان الحركه بوحدها شحال واحد يقول لك انا كندير الحركه ومغليضاش وهادي وهادي ومع ذلك كي عندي لي فاغيس كثر هادشي انه ما كيمنعش لان كاين نمط العيش كاين لا بيلول كاين بزاف الحوايج اللي كيجعلوا ان هاد لي فاغيس يبانوا وكاين حتى مشكل ديال الوراثه كاين اسباب كثيره واخا تحياتنا لك شكرا لك بزاف على تواصلك معنا نواصلوا باقي المكالمات معنا بهيجه من سلا الو بهيجه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله لاباس انا لاباس عليك الحمد لله الله يبارك فيك اشكركم على البرنامج الله يبارك فيك شكرا الله يخليك اختي انا عندي لي فاغيس وعندي مرض السكري ولكن دابا شويه كنطلع شويه في الدروج غير كيعياو ليا الجليه كندير ديما ديك الراديو ديال العروق كيقول لي ما عندك حتى شي حاجه تيقول لك ما عندكش لي فاغيس لا لي فاغيس عندي ماشي ما عنديش ولكن زعما ما عنديش زعما شي مشكل في العروق لي فاغيس انا عندي باين عندي ولا باينين راه يقدروا هما اللي كيضروك حيت ما يمكنش يكون عندك لي فاغيس باينين وكبار وما كيضروكش عندي حيت ديال الرجل اليسري حيتها في 2001 باقي درتي لها عمليه درت عمليه هذا كيعني ان هذا كيعني ان عندك لي فاغيس واش ملي درتي عمليه كملتي بالحقن وكان واحد تتبيع واحد تتبيع على هذا المشكل هذا لان راه العمليه بوحدها ما كافياش العمليه لا ما عطاوني لا حقن لا والو دكتوره ما عطاوني لا حقن لا والو خرجوا لي غير ديك غيبه ديك البانضال وتاع رجلي حتى بريت وصافي ما عطاوني لا حقن لا حتى حاجه لان اللي خصك تعرفي ان العمليه هي حلقه من الحلقات العمليه بحال اللي قلتي كنديروا الكرون ميناج ولكن هذاك الشيء العريقات الصغور اللي كيبقاو ولا بدا ما كنكملوهم بالحقن على قبل الا خليناهم عاوتاني حتى هما كيكبروا حتى هما عاوتاني كيولدوا لينا دوالي واحد اخرين وكيولي المسائل دائما خص تتبيع خص دائما العمليه موراها الحقن وكل 3 سنين 4 سنين نعاود نمشي عند لونجيولوج ونشوف شنو 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 وقع وشنو تزاد وشنو الى اخره باش ما عاوتانيش يرجعوا مره اخرى انا قلت زعما خفت من زعما مرض السكري هو حتى هو زعما يكون مأثر عليا المرض السكري حتى هو تيدار له تشخيص انا متبعه كل 6 شهور كنشوف الطبيبه متبعه كل 6 شهور كتشوف طبيبه شكون الطبيبه اللي كتشوف لوندوكرين تخصص لا ديال سميتو ديال السكر ديال السكر اي مزيان ولكن بالموازاه مع الطبيبه ديال السكر خصك تشوف الطبيبه ديال الشرايين طب ديال الشرايين لان التقليبه ديال السكر بوحدها والحميه وداك الشيء هذاك الشيء مساله ولا بد منها ولكن نوبه في السنه او في السنتين ولا بد من تشخيص ديال الشرايين يعني داك لي كودوبلير اللي كيدار باش كنتصنتو على الصوت ديال الشرايين ديالك واش ما فيهمش مشكل واخا معنا مكالمه اخرى فاطمه زهره من انزكان الو
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله فاطمة الزهراء. الله يخليك ثاني كبير. الحمد لله. الله يبارك فيك. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج. العفو. الله يبارك فيك. مرحبا. تفضل فاطمة الزهراء. الله يخليك. بغيت نسول الدكتورة، أنا عندي دوك العروق في واحد الرجل اللي صريا. أها. وكيضرو كيلالا؟ عندك آلام؟ دابا مؤخرا في الفوق في القدام ديال الرجل فوق داك العظم تما فاش كاين عندي الآلام. ودرتي شي استشارة طبية ولا شي حاجة؟ مشيت واحد المرة عند الطبيب هنا عادي، خرج لي واحد البومادة وفاني ما قضى ليا والو. وعاود رجع عنده وقول له راه الدواء ما قضى والو، شنو رأيك؟ واش يمكن ليش من طبيب نمشي؟ واش مشكل العظام؟ واش مشكل الشرايين؟ واش أنا دائما كنظن أن الواحد مني كيمشي عند الطبيب، وبالخصوص مني كيمشي عند الطب العام، لأن الطب العام هو مهم وهو اللي كيوجه. واخا يعطيك واحد الدواء وداك الدواء ما عطاكش مثلا نتيجة، ما كاين باس نعود نرجع ونقول له هاد الدواء ما عطانيش، دابا شنو رأيك؟ واش ندير شي تصاور؟ واش ندير شي تحليلات؟ واش لأن ماشي ولا بدا أن الطبيب يطيح في المريض ديالك من أول وهلة. في الأول كيعطيك الأدوية ولا ما نفعوكش، من الأحسن واحد خصو يرجع، ماشي عاوتاني يبدل الطبيب وعاود يبدل الادويه واحد اخرين، غادي يبقى دائما يدير نفس حلقه كيدور فيها، واحد الحلقه كيبقى يدور فيها. انا ضد هذا الفكر، دائما خص الواحد يرجع عند الطبيب ديالو ويعاود يعالج المشكل. غادي نختموا باخر تساؤل من عند واحد المستمعه. شكرا للدكتوره بزاف على كل هذه المعلومات اللي كتقدم لنا. الله يخليك. قولي الدكتوره امنيه باللي الخطيب ديالي كيدخن ومصاب بالسكري، وبغيت عافاك تنصحو وانا نسجل ليه باش يحاول يقطع التدخين. وهذا يلاه مقبل على الحياه وتابعوا شوط طويل والولاد، فأحسن هديه تعطيه هو ان تقنعه ماشي بالدباز، كاين وسيله لان تهضر معاه وتفهمه وتقول لي احنا يلا داخلين على حياه جديده وخصنا تكون صفحه جديده ونديروا نمارسوا رياضه ومسائل بزاف، لان هو مازال صغير ويقدر يلقى صعوبات كثير، لان عنده داء السكري وعنده والتدخين. داء السكري ربي عطاه له، خصو يعالجو ويدير الحمية ويدير الرياضة، ولكن لا سيغاريت هو اللي بغى، راه يمكن له يقطع، ما كاينش واحد الحاجة سميتها ما يمكنش وما نقدرش. علاش في رمضان تيقطع الكارو 16 ساعة؟ قول لي علاش تقدر تقطع 16 ساعة؟ يعني انه ممكن، ما كاينش واحد الحاجة في الحياة سميتها ما يمكنش، كل شيء ممكن، خاص العزيمة، والعزيمة كدعم مسائل واحدة أخرى. كاين بزاف الحوايج اللي يمكن لهم يعاونوه، ولكن خصو يكون مقتنع وباغي، هو باغي، وخصو يشوف حالات، خصو يشوف حالات اللي الناس تيديروا لهم بتر الأطراف، الناس اللي كيديروا العمليات، الناس خصو يشوف هاد المسائل هادي. راه السبيطار عامر بهاد المشاكل، يدير واحد الدوره في السبيطار ويشوف شنو هاد المشاكل. وراه هادشي ما كيجيش غير هادوك، راه يقدر اي واحد، اي شخص. تبارك الله عليك، وكنشكرك بزاف على كل هاد المعلومات الطبيه والنصائح اللي قدمتي لنا اليوم في موضوع مهم جدا اللي هو تاثير التدخين على الشرايين وعلى الصحه ديال الاشخاص ككل. نتمنى انه كل المستمعات والمستمعين الاوفياء يكونوا استفدوا من خلال هاد النصائح الطبيه اللي قدمت لنا الدكتوره امنيه بن كيران، طبيبه متخصصه في علاج امراض الشرايين الدوالي والدوالي الوريديه. شكرا لكم مستمعينا لحسن المتابعه والاستماع البرنامج اللامولاتي، لكم تحيات وفاء فائز رفقتنا اليوم في الاخراج، لم يقل كريسا بيرفوندا في البرمجة الموسيقية، سميحة الشوبي في استقبال مكالمتكم الهاتفية. نتمنى لكم صباح مبروك برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم.